ولا الوين اديني تحبس عليا هو يحبس حبس 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 شوف لي شحال تما شوف شوف دير ديك جيم باور عليك ولدي سير 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 ابط لي بلاصه التعليق ديستركتيفيا لا عندو باب واحد الله يسدو عليه راه لي شي تعليق مباشر زينه شاد الروينه روينه هادي باغا تماكي ديري الصاكي ديري في رجال روينه اش درنا لك ولدي لقينا لك احنا قبلنا لك حنايا صافي انت عزيزة علينا ولكن انا متفقش معاك بالضبط في الديسك هذا اللي درتي لحقاش غادي تحرضي علينا القصيرات وهما من بين الطبقه اللي كتسمع لك بزاف وكتبغيك غندخلوا في مشكل ديال التحرش باغي ديروا فينا روينه وشو حالتنا حنا كي دايره المغربيه طرا زينات بلا سيكان بلا مكياج بلا قيامه كحله يلا كيحلينا المشكل ديال الشافه تبعها تحرش جنسي على الجمعيات هاد طلع هبط ما قادينش على داكشي بصح بون ابيتي اداو ليا منه القاصرات غادي يسمعوا لك غياخذوا هادشي بالصوص الخايب ديالو وحنا ما عندناش فين نزيدو وما باغيش مشاكل اخرى وكيفاش الداو ديال طالقه علينا دير حاله في الرجاله بنا لك حنايا دابا طالعين للسماق ما بقيناش فيك زعما نوليو غادي نلحس على تحرش جنسي الناس غادا على البلاد ولا الولاد انت غتصيفطينا على دبيا ماك يا دير عكر احمر ولا صويك هنينا شويه لب لي الداو ديال ما تبقاش خالقه وطالقه راه طلق فينا عرض اشنو نوليو حتى حنا ما عرفتيش داشي النادر اللي تم ديال الخليجي اش غيقولوا علينا خوتنا في الله حنا اصلا مصبوغين وصابين نفس باغا ماشي ديالنا قايلين فينا شي يلا الهضره وتزيدينا حتى انتيا ما دريت مخارجي غادي يسمع حقا والواد المغربيات بعد قلبي لك وحشه يا الضنا انا والله عبد الله وفينا اختي غادا بينا راه حنا مشوين نزيد شوين حنا راه كنتقاتلوا باش نعاودوا صفحه جديده ونطلعوا بنات البلاد على كتافنا والعز حيدوا علينا هادشي وما بغيناش نسمعوه وهذا هو السبب اللي خلاني قلت هاد الهضره انت عزيزه عليا وانا من اللي فان ديالك ديال الصح وبالصح دراري كنعاود نقولها بارطاجيو هاد الميساج باش يوصل في لو سونس ديالو كوريكت ستاف ستيل هذا هو السيستيم